السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه أنس، ده موقع ذكاء اصطناعي بالعربي، في إمكانيات كتير جدا. في مثلا إن هو يعمل لك صور أو يعمل لك فيديوهات بالذكاء الاصطناعي، يساعدك في كتابة المقالات، ممكن يعيد لك الصياغة، ممكن يعمل فحص للأخطاء اللغوية، يعمل تحليل للمواقع. طيب أنا هستخدم النهاردة شهادة المستندات. يعني إيه شهادة المستندات؟ يعني عندي ملف PDF وعايزه يساعدني في فهم الملف ده، ممكن اقول له لخص له جزء معين او في جزء معين عايزك تشرحه لي، او في اختصار معين مش عارف هو بتاع ايه. طيب خلينا نختار كده ملف. اخترت الملف دوت وقلت له اوبن، هيبدا يرفع الملف ويقراه، وبعد كده تقدر ان انت تساله اي سؤال. يعني بتتكلم مع شات GPT، لكن مش بتتكلم في المطلق، لا انت تركيزك كله على ملف PDF اللي انت رفعته. ممكن يكون مثلا ملف قانون، تمام؟ فتقدر تسأله بقى أي سؤال. لاحظ إن أنت ممكن تسأله من خلال الصوت. أريد ملخص للملف. ممكن يكون ملف كبير فأنت عايز تعرف إيه الملخص بتاعه عشان تعرف هل هو ده اللي أنت بتدور عليه ولا لأ. هو بيبقى ملفات PDF وملفات الدوكيومنتس زي الوورد وملفات الإكسل CSV. فبيبدأ يكتب لك الإجابة، النقاط الرئيسية اللي موجودة في ملف PDF. ممكن مثلا تقول له أنا عايز مراجع المتعلقة بالكتاب دوت، أو في اختصار معين مش عارف هو إيه، وهكذا. مثلا الكتاب بيتكلم عن البيم، فما هو هو هنا مش هيدور على الإجابة في النت، لأ هيدور في الإجابة في الملف دوت. لاحظ ان الملف اصلا بالانجليزي، فهو قرر الملف بالانجليزي وبدأ يجاوب عليه بالعربي.